بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس إلهام عليف رئيس جمهورية أذربيجان، بداية أود أن أعرب عن سعادتي باستقبال فخامتكم والوفد المرافق لكم في زيارة مهمة تعكس اهتمام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية خلال الفترة المقبلة. استناداً للروابط التاريخية الممتدة بينهما، كما يسعدني في هذا السياق أن أتقدم لفخامتكم بالتهنئة على انتخابكم رئيساً لجمهورية أذربيجان لفترة جديدة، وكذا على الثقة التي حظت بها بلادكم لاستضافة وتنظيم الدورة 29 لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. مع تمنياتي لكم ولبلدكم الصديق بكل التوفيق. السيدات والسادة الحضور، إن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس تؤكد تطلعنا لاستمرار العمل معاً على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا في مختلف المجالات، والتنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.